احنا ممكن نضحي بحاجات في سبيل مصلحتنا. زي ايه؟ زي وقتك، زي فلوسك، زي انك تتعامل مع ناس لا انت لا مش لا لا لا، عايزها، زي حاجات كتير قوي. وقتي ماشي، فلوسي انا لا ثابت على موقفي في كل الحلقات، ازاي بقى؟ فلوسي لا الا فلوس. الا فلوسي انت منين ماليش، ايه؟ انا مادي جدا ماليش فيه. خلاص، هو واضح، راجل صريح. اضحي باي حاجه انا عن نفسي، لا ما جماعه، ولا في ناس اقسم بالله من اول ما تقول أو افتح الواتساب الاقيها بتقول هاي لينا، ازيك، عامله ايه، بقول لها ها، عايزه ايه. في ناس ببقى عارفه هي داخله الدخله دي بجد عايزه حاجه. انا الموضوع، انا بصي، انا عيني لاي حد، وكلنا اسباب في حياه بعض، وانا قلت ده في الانترو وانا بقدم الموضوع، وربنا خلقنا اصلا في الكون ده عشان كلنا نساعد بعض، ده عادي. بس في ناس بتبقى بجحه، بتحسسك ان انت مسخر عشان تستغلك، لا صح بس ولا هقولك مش حاجة، صح؟ انا بقى تصدقي ان انا مع الهاي لينا، عايز اخبارك ايه وهتدخل في المصلحة دي على طول، انا تمام بعمل اللي هم ما عايزينه. انت تعملها اللي انت عايزاه، بس بينك وبين نفسك جواكي ده عشان هتقولي انت اصلا في فلانة كذا. جواكي نحيتة. يعني ايه؟ يعني انت قلبت عليها دلوقتي. يعني هي قالت لك انا عادي، لو واحدة بعتت لي قالت لي هاي سوا ازيك، بقول لك كذا 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 كذا، انا هعمله، عادي. لا هعمله، هعمله فعلا، لان انت حتى لو الشخص ده انت عارف ان هو لا بيحبك ولا بيطيقك وعايز منك مصلحة بس وخلاص، انت بتعمله مش بيترد لك مع الشخص ده، بيترد لك من حتة تانية بصي، خالص هو مستحيل ما تكونش والله العظيم. بتحبك، هي اكيد بتحبك، لان انت في الاخر وفي الاول بتعملي اللي انت اللي هي لا في عايزاه. ناس بتبقى عايزة منك حاجة وخلاص، ومش مش انت لازم تكون تعملي لها بتحب. عشان انت صوها نظيفه، صوها متربيه، صوها بنت اصول، بس انت بينك وبين نفسك جواكي بتقولي ايه؟ دي انت لو وقعتي في حاجه انت متاكده انت مش هتلاقيها اصلا، هي ده حقيقي. مش هتبقى موجوده. وفي فاهمه الاغلب على قصدي؟ فكرة في ناس بتبقى هي عايزة مصلحتها، ولما تيجي تطلبي منها العكس ما بتلاقيهاش. ممكن، يعني ناس انواع واحجام واشكال. ياما شفنا، ياما ضاقت على راس طبول، يعني الموضوع ده اساسي. بس في ناس فعلا بتبقى مصلحجيه بس لذيذه، يعني اللي هو عايزين نتكلم مع الطيب ده، اللي هو مصلحجي بطريقه يعني بتدخل لك دخله تضحكك، بيهزر معاك طريقه حلنجي، شيك كده، حلنجي يعرف اسمه حلنجي. تديله الحاجه كده على طبق من ذهب من كتر ما هو عسل. يعني في ناس كده، صح؟ ده حقيقي. يعني دمها خفيف، عندها كاريزما لذيذه في طلب الحاجه، شيك في طلب الحاجه، لما تعمل لها حاجه حلوه تعمل لك قدامها حاجه. يعني في ناس بتفهم، عندها اصول. عامة أنا ما بشوفش يعني الشخص اللي هو بيدور على مصلحته إن هو شخص مش كويس. الحمد لله كنت هتشوفيني مش كويس. لا مين أي قال لك ان يعني ليه توقعات كده؟ لا عشان أنا بدور على مصلحتي بس. يعني ما. بس آه والله انت آه بتصدر صورة غريبة جدا، انا ما بشوفهاش لا فيك. بس هو صريح وده حلو. أيوه لا لا ما قشطة. انت مش هتأذي حد عشان طبعا مصلحته. لا مش هأذي حد عشان مصلحتي، بس يعني مصلحتي ثم مصلحتي ثم محفظتي. طب لو مصلحتك اتعارضت مع حد، يعني لو انت يعني لو محطوط في حتة اللي هو يا انا يا فلان، مصلحتي انا ولا كنت لسه مصلحته؟ محطوط في دي لحد الاسبوع اللي فات، وكان واخترت، فلان. واخترت نفسي. لا 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 وكان فلان فعلا بجد والله، اخترت وربنا فلان؟ شاهد الحمد لله يبقى الحمد انت مش لله. بتاع مصلحتك، يبقى ليه بتصدر الصورة لا دي بس عن انا بتاع نفسك؟ مصلحتي، هو لولا بقى عشان فلان ده غالي جدا جدا عليا، ده حد مهم جدا في حياتي يعني، وهو اللي طلع قدامي، فما ما فيهاش بقى، لازم حد ينسحب، فكان لازم ننسحب. يعني انا شفت، يعني هو طلع طيب ومش بتاع مصلحته، ساب مصلحته عشان بس فلان قال لك ياخدها. حد غالي فبتداع عليه، يعني فاهمه؟ لو حد عادي ههرسه، هدوس عليه. ههرسه. يعني عارفه البتاع اللي بيسفلتوا بيها دي اللي بتلف دي؟ اجمد. طب وعدي يا وارجع، سؤال، وعدي وارجع. ايه؟ طب انا هسالكوا سؤال لطيف، اعتبروا ان احنا بنلعب اعرف صاحبك، ماشي، هسالكوا اللي انتوا الاثنين نفس السؤال. دخلي الحلقات في بعض. لو طب مش هسال. لا خلاص، لا 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 لو سمحتي، خلاص يا والنبي لينا، والنبي والنبي بليز يا لينا، يا بليز لينا، يا لينا، اسالي يا لينا بليز. وخلصينا. ماشي، اوكي كده، اوكي يا اسالي لينا يا لينا. وخلصينا. حلوه على فكره، بصي على بصي كوعي على. طيب لو حبيته انت وواحد صاحبك حبيته نفس البنت، تاني او انت وواحدة صاحبتك حبيته نفس عمال البنت. يحكي لي، انا مش دي كانت اغنيه عمال يوصف لي طب والله فيها. بتحصل كتير يا جماعه، ان مثلا في جروب نكون كلنا سيب مع بعض، ونسيب. جروب واحد، اتنين يشاء الصدف ان انتوا تعجبوا بنفس الولد او انتوا تعجبوا بنفس البنت. هنا بقى دلوقتي ايه؟ دي مصلحة صاحبك ومصلحتك، يا انت سلام. هتختار مين؟ طب ما هي وبالنسبة بقى احنا، للولد، هو معجب بمين؟ ولا حد تحبه لا من طرف ما سهلة ثالث ولا جدا. ايه؟ ملناش دعوة، انتوا تعملوا ايه اصلا؟ ثانية واحدة، لو هو معجب بواحدة فيكم، طب ما هي واحدة ما انتوا هتخسروا بعض في كل انا الاحوال. عندي، انا عندي حلها دي. ايه؟
في لما يعني واحد وواحده اصحاب كلب وبعد كده كل واحد فيهم يجري في اتجاه، اكيد شفتوا الفيديوهات دي. لا بجد؟ وبعد كده يروح لمين يعني؟ هتشوفوا الكلب هيجري لمين؟ بس الولد ده مش فاهم. لا يعني هو نفس الفكرة. عشان كده انا قلت لك هو تشبيه مين؟ هو تشبيه مش لطيف، بس يعني هو نفس الفكرة. طب وليه تقول كلب على فكرة؟ هما بيعملوها الأب والأم ويسيبوا الطفل ويسيبوا في النص. لا بيعملوها في حاجات كتير، بس هو ده عشان هو ده أقرب حاجة شفتها. يعني احنا هنسيبه هو اللي يختار؟ أيوه يعني أنا وصاحبي هنقف قدام البنت وكل واحد يجري يمين والتاني يجري شمال، وهي ان شاء الله وشوف هي هتعمل ايه، وهي طبعا ولا هي هنا طبعا، هي تديكوا ظهرها وتمشي اصلا باللي انتوا بتعملوه ده. هو حد يسيب العسل ده؟ ياه على حب الذات مش تواضع. حد يسيب العسل ده؟ ده تيجي ورايا دي هتفلق ورايا. لا والنبي والنبي كله اللي من الاخير دي كله. طب خلوني انا اسالكم سؤال، لو حد انتوا بقالكوا كتير ما كلمتوهوش وليكوا عنده مصلحه، هكلمه بالامانه؟ هتكلمه؟ طبعا هكلمه. هكلمه بس امرهمه في الاول. لا بس اقول له انا فعلا محتاجه لك، وانا اسفه ان انا فعلا احنا بقالنا كتير ما بنتكلمش، بس هو في حاجه في ايديك انت ممكن تعملها لي او ممكن انت تعملها لي هتساعدني. وانت الدخله بتاعتك يعني. ايه بقى؟ لا همرهمه الاول. ده حلقة جدا. همرهمه الاول. ده مش بني ادم، ده حبيب قلبي. واتساب بقى على طول، حبيبي وحشني وبتاع وقلبه وبتاع اللي هو بيدق ده. مش ده الصغير. يعني انت هتعمل مكالمه الاول مثلا او تمرهمه الاول يعني تبين له ان الموضوع عادي، ان انت بتسلم عليه عادي وحشتني والله وكده، وبعد كده تقول ويا فاكر كده. بقول لك ايه بقى في كذا. بقول لك ايه دي معروفه. وانتي؟ لا بتكسف اعملها الصراحه. يعني انا بتكسف ان انا اطلب. ليكي مصلحه هتتكسفي تطلبي؟ لا هتكسف اطلب. لا بس ليه انت هتدخلي له داخله دغري؟ مع ان انا بقى يعني ما بصدق ان حد يطلب مني حاجه عشان بحب اعملها على طول، بس انا بيبقى صعب تقيل عليا. بكره مشوار عايزه اروحه في التجمع، ممكن تيجي معايا؟ يعني قصرت معاكي قبل كده؟ اوبا قصرت معاكي قبل كده؟ دست على الماينس اللي في دماغي. بقى مرت الرز والفاصوليا. والله هو استحملتني في عربيتها في طبيخي في سلطاتي في بابا. لا بس هقول لك يا سوا عندي مشوار في الموزمبيق، هتيجي معايا؟ بقول لك احنا ممكن نعمل السؤال ده ونسيب صحابي يردوا في الكومنتس ان انا في الموزمبيق عادي بطلع عادي. انت دايسه عادي؟ انا بروح. انا تمام ماشي يا جماعه. اي جماعه حد من المشاهدين عنده اي مشوار في الموزمبيق مهما كان ايه، سوها دي ام سوها على طول يا جاهزه لاي مشاوير. مشاهدين؟ ايوه مش انت قلبك كبير وطيبه وجدعه ولذيذه بتموتي حد يطلب منك حاجه؟ استحملي بقى استحملي. افرضي يعني استحملي. انا هبعت لك كم مشاهدين من بتوعي كمان. حتى مشاهدينك انت؟ دير سوها. طب انا عايز اسالكوا سؤال برضه مهم، بتقفشوا ازاي الشخص المصلحجي؟ يعني بتقفشوا ازاي؟ انا بشمه. ايه ملامحه؟ والله بيبان. انا ما اقدرش اقول عكسك اذا عكسها، انا بدي بشمه طبعا. ايوه ازاي بتشموه يعني ريحته ايه؟ ماله؟ هو بيقب كده بيبان على طول.